زلزال، براكين، فيضانات وحروب، كلها كوارث تعصف بسكان كوكب الأرض، فيزداد معها المشردون والفقراء والمرضى ومآسيهم. المجتمع الدولي لم يقف أمام تلك المآسي مكتوف الأيدي، فتكافل دوماً لنجدة الملهوفين ومد يد العون لتربت على جروحهم وتحل أزماتهم، وهذا كله يسمى بالعمل الخيري. 5 سبتمبر وضعته الأمم المتحدة يوماً دولياً للعمل الخيري عام 2012. صحيح أن الأعمال الخيرية بدأت قبل هذا التاريخ بقرون، إلا أن دولة المجر هي من بادرت في عام 2011 لتعيين يوماً سنوياً للأعمال الخيرية، والسبب في ذلك القناعة التامة بأن القضاء على الفقر هو تحد عالمي لتحقيق التنمية المستدامة. لكن لماذا 5 سبتمبر تحديداً؟ لموافقته لذكرى وفاة الراهبة الألبانية الهندية الأم تيريزا التي حصلت على جائزة نوبل للسلام من أجل جهودها في مكافحة الفقر الذي يعد أحد أسباب تهديد السلام حول العالم.